أعود على الجميع واللقاء يتجدد بإربح مع أماني، الربح معي كاش وفوري، أسئلة رياضية سريعة بس على القناة 3 الرياضية. خليكم معنا ونشوف منو قدها اليوم. شنو اسم أقدم نادي بالكويت؟ سلام، مرحبا. يا مرحبتين. يا أهلين. يا هلا والله. قوة، شلونك؟ طيب. شو اسمك؟ ناصر. كم عمرك؟ 12 ولا 13؟ 12. 12؟ شكلك أصغر. صدق 12؟ لا محشوم، ما قلنا كذي. تحب الفوتبول؟ تحب كرة القدم؟ إيه. شنو بعد رياضات تحب؟ بس كرة قدم. حضرتك والدة؟ والدي. تحب الرياضة؟ نوعا ما. تابع شيء معين؟ كلش. ما تتابع؟ لا أمارس الرياضة بس. شنو تمارس؟ المشي، الركض. يعني إنسان رياضي، يهمك الصحة؟ يهمني نوعا ما حيل. معلوماتك العامة عن الرياضة؟ يعني نص ونص. الكويت، على مستوى الكويت؟ يعني نوعا ما، على حسب. أي. سؤالي جميل، يسألك فيه ما اسم أقدم نادي بالكويت؟ هل هو الأهلي؟ هل هو العروبة أم التعاون؟ الأهلي. أنت طالعني كأنك تقولي ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري، بعدين أعطيتني الأهلي كذي، والأهلي هي الإجابة الصح. وهذه عيديتكم من القناة 3 الرياضية اللي تدعم الشباب والرياضة، واللي دائما من خلالها نقول لكم إن شاء الله دائما يكون عندكم معلومات حلوة. ومبروك عليكم. شكرا جزيلا. مبروك. بخير ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. مبروك. الله يبارك. من هو بطل الدوري الكويتي لموسم 2010-2011؟ قادسية، كويت أم كاظمة؟ سلام. سلام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. من وين حضرتك؟ من مصر. أهلين بأهل مصر. ما شربتش من نيلها، تدرب تتغني لها، تدرب تتعز ما تحزن، تمشي بشوارعها وتشكي لها، ما مشيتش بدوحيها. السؤال يقول لك، من هو بطل الدوري الكويتي لموسم 2010-2011؟ القادسية، الكويت أم كاظمة؟ القادسية أكيد. برافو عليك، ألف مبروك، ربحان معانا كاش مقدم القناة الرياضية الثالثة اللي تدعم الطاقات الحلوة اللي زيك، الرياضة والشباب، وينعاد عليك. الله يخليك. شكراً، وأنت بخير وصحة وعافية. من هو الرامي صاحب الميدالية الذهبية في تاريخ الكويت في الأولمبياد؟ قوة. أهلين. شانج. الحمد لله. شانج. زينة. موضي. موضي كم عمرك؟ 11. أوبي عنونة، وأنت كم عمرك؟ 21. العمر كله شكلك أصغر، لأن عندنا قانون تحت 15 ما نقدر نفوز، بس أشوى طلعت. شو الحمد لله. شلونش مع المعلومات الرياضية؟ زينة الحمد لله. تلعبين شيء معين؟ يعني بس جيم، يعني بس الجيم. تحبين سبورتس؟ شنو تحبين؟ شو تحبين؟ فوتبول، سويمينج، بالي، جيمناستيك، سويمينج، كاراتي، سويمينج. قالت لي اياها مليون مره بس انا مكمله. Listen, I'm gonna ask you a question. هني وايد سهل، لا هو وايد صعب actually، بس راح اعطيك اختيارين، الباجي عليكم انت وشطارتك لا بالاختيار، ما بين الاختيارين بالاختيارات، you know what I mean. انزين، من هو الرامي تعالي صاحب الميدالية الذهبية في تاريخ الكويت في الأولمبياد؟ فهد الديحاني ولا فهد البلوشي؟ فهد الديحاني. قولي لها؟ فهد الديحاني. أوكي. Actually هي مو معنا بالبرنامج لأنها تحت السن القانوني، فهي عطتها الإجابة وهي جاوبت كونها عمرها 21 سنة وفازت معنا بكاش، لأن ما حد يطلع من عندي خسران. ألف مبروك. القناة 3 الرياضية اللي تدعم الشباب والرياضة قدمت لكم هذه العيدية الحلوة. Most welcome. Bye. من هو رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988؟ أول شيء أنت مواليد كم؟ 93. يعني هذا السؤال قبلك، راح أعطيك اختيارات، الشهيد فهد الأحمد أم طلال الخالد؟ لا الشهيد فهد الأحمد. متأكد؟ متأكد. مليون بالمئة؟ مليون بالمئة. تريليون بالمئة؟ تريليون بالمئة. برافو عليك، وهذه
جائزتنا مقدمة من أربح مع عماني والقناة ثلاثة الرياضية اللي تدعم المعلومات العامة للشباب. الله يعطيكم العافية. شكرا. شكرا. حارس مرمى منتخب إيطاليا الحالي قوة. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. هادي شي قاعدة تتمشى بروحك؟ لاعب روحي. روحك رياضية ولا لا؟ لا روح رياضية. متابع للرياضة ولا لا؟ والله يعني. يعني؟ يعني كرة القدم. إيه. تشجع على مستوى العالم؟ برشلونة. برشلوني للأسف. زين تحب الدوري الإيطالي؟ زين تعرف منو حارس مرمى منتخب إيطاليا الحالي؟ بوفون. بوفون. أيوة. بومبون. عطونا بومبون. بوفون وأنت الصح. وهذه عيدية القناة الثالثة الرياضية اللي تدعم الشباب والرياضة. ألف مبروك وينعاد عليك الشهر الفضيل بالخير والصحة والعافية. علينا وعليك. شوية هايبر. إن شاء الله. بطولة الأمم الأوروبية الحالية في أي بلد أوروبي قاعدة تصير قاعدة تقام؟ مساء الخير مستر بتمشى. نور. عنك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ تمام والله. نعاد عليك. ربنا يخليك. ازيك مع رمضان؟ ايه؟ مصري صح؟ من مصر. ازيك مع رمضان؟ الحمد لله ماشي الحال. تعمل ايه بالضبط نشاطات؟ يعني نفطر ونروح نصلي ونتمرن. تتمرن يعني لك بالرياضة؟ شنو تتمرن؟ في نادي صحي جيم. حديد والحاجات دي. حديد وكذا. طب لك في الرياضات الأخرى؟ كرة قدم شوية بنروح نشجع كذا يعني شوية. عارف على مستوى الكويت عن القادسية والعربية وكذي شوية. طب على مستوى الأهلي والزمالك؟ الأهلي لا الزمالك طبعا. زملكاوي طبعا. اللي بسوق شر كلهم زملكاوية. تنبيه عام. انزين أنا بسألك سؤال على مستوى العالم. بطولة الأمم الأوروبية واللي الحين قاعدة تصير في أي بلد أوروبي تقام؟ فرنسا. يا عيني عليك ولا أعطيتك اختيارات بس هي لأنها تقام دلوقتي. واضحة واضحة واضحة. ألف مبروك بسس كاش مقدم من قناة ثلاثة الرياضية وينعاد عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. أكيد كل سنة طيبين. وأنت طيب. شكرا. من هو أكثر لاعب في منتخب الكويت لكرة القدم مشاركة للمباريات الدولية؟ سلامات. سلام. سلام عليكم. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. من وين حضرتك؟ من الكويت. كم عمرك؟ 20. العمر كله أشوى يعني سنك يسمح لنا بالسؤال. شلونك مع الرياضة؟ الحمد لله زينة. شو تتابع؟ مباراة كرة قدم. كرة قدم أكثر شيء. وتحب تلعبها؟ أي وايد. صدق؟ وين موقعك بالإعراب بالملعب؟ وسط. بالوسط. عندك معلومات عن منتخبنا طبعا منتخب الكويت. من هو أكثر لاعب في منتخب الكويت لكرة القدم مشاركة في المباريات الدولية؟ أعطيك اختيارات ولا عارفة؟ ما يبي له بدل مطوع. ما يبي له بدل المطوع. 56 صح. ألف مبروك. هذه عيديتنا من القناة الثالثة الرياضية وألف مبروك وينعاد عليك الشهر الفضيل شهر الخير. أجمعين إن شاء الله. شكرا ما قصرت. Ladies and gentlemen شنو اسم مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم؟ قوة. سلام عليك. سلام ورحمة الله. قوة. الله يقويك. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ عبد الرحمن. كم عمرك؟ 9 سنين. عمر كله. شنو تسوي في الحياة؟ شنو الرياضة اللي تحبها أكثر شيء؟ السباحة. تسبح؟ إيه. مدرسة ولا عندك نادي ولا شيء معين؟ لا نادي. نادي. إيه. شنو بعد تحب رياضات؟ الكورة. كرة القدم؟ إيه. الفريق تحب تشجع؟ مدريد. مدريدي نفسي. وبالكويت؟ الكويت بدر مطوع. وبالعالم؟ والعالم غير مدريد. مدريد برشلونة. لا 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 هذه ما سمعتوها. توت حطوا. شو اخبارك؟ خير العب. انا لما اشوف الصغار اذوب فاروح لهم وانسى لنا في هذا. شو اخبارك؟ بخير العب. حضرتك اخو؟ ايه. اوكي. شلونك انت مع الرياضه الحين؟ والله زين يعني. متابع جيد ام والله يعني على مستوى الكويت السؤال حلو. ما اسم مدرب منتخب الكويت الوطني لكره القدم؟ هل هو راح اعطيك اختيارات ولا عارفه؟
أقول عشان تعرف. أوكي. محمد إبراهيم أم نبيل معلول؟ نبيل معلول. نبيل معلول التونسي. تعرفته؟ أنا ما أعرف. لا. أنت تعرف مدريد. أنت تفهم، أنت بطل. شنو قلت لي اسمك؟ عبد الرحمن. يا والنعم فيك. هذه عيديتكم من القناتات الرياضية اللي تدعم الشباب والرياضة، وإن شاء الله نشوفك أحلى لاعب وأحسن لاعب وأحسن سباح. إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، ما قصرت. ملعب نادي ريال مدريد. سلام، شلانه؟ يلا بلون قمازه واحده بس. الناس الحين صارت تسوي عمليات عشان شغل. انا حادث. الحمد لله. لا وي وي، اعوذ بالله. يا اقول لك الحمد لله. لاس جاد؟ اي والله. بس ما يخالف، طلعت النتيجه حلوه. العاب سيارات، كنت صغير. لا والله. والله. زين، رياضي ولا مو رياضي؟ يعني ريال مدريدي ولا برشلوني؟ ولا واحد. مع الفايز. هاو؟ يعني مدريد. مدريد. يلا برافو عليك، برافو عليك. زين لحظه لحظه، مع الفايز يعني اذا سالتك السؤال ما راح تعرف اجابته. عندك معلومات رياضيه ولا لا؟ اوكي. ما اسم ملعب نادي ريال مدريد؟ البرنابيو ولا الكابانو؟ ما ادري شنو هذه اساميهم تخوف، بس اول واحده البرنابيو. ترى جايز ام ريلي باد ان برونونسينج، I just know how to watch the game. ألف مبروك، ربحان معانا كاش مقدم من قناة فاكا الرياضية. يعطيك العافية. شكرا يا عبيد. نسأل سؤال ثاني عن المونديال. في مونديال 1982 كانت هي المشاركة الأولى لمنتخبين عربيين. أهما؟ أهما؟ سلام. سلام. شلونك؟ تمام الحمد لله. أخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك. أنا أعرفك. شافتك من قبل؟ مريم خالد الشهاب. نعم فيك حبيبي. كم عمرك؟ 9. تحبين سبورت؟ شو تحبين؟ احب برشلونة. برشلونية. تصيري مدريدية اعطي جائزة. بس خلاص اكيد راح اسال امك بعدين اذا صرتي مدريدية ولا برشلونية. ايش رايك انت؟ انها مدريدية ولا برشلونية؟ ايه. ابوها مدريدي وهي برشلونة. لا، ابوك مدريدي وعشاني راح تصيرين مدريديه. يلا اوكي. وامها حبيبه قلبي. وانت شنو؟ انا مدريديه. اعطوني جائزه. ولا سؤال ولا بطيخ، من زمان مو مربحه احد. القناه الثالثه الرياضيه تدعم الشباب والرياضه، وبرنامج اربح مع اماني برنامج عن يعني كان سؤالي بخصوص المونديال. أوكي. بس ما كنت راح يعني ما كنتي راح تصيدينها. فدامكم مدريدين وانا متعصبه وانا صاحبه البرنامج، انتي ربحانه معاي. يلا عليكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه. ينعاد علينا. انت بصحه وسلامه حبيبتي. سلمي على بابا مدريدي. شكرا على حسن المتابعه، وباكر في حلقه جديده اكيد، وفيها ربحانين يدد اكيد، وحد يبي يركب السقوي. وثانك يو حق صالون سلمان على اهتمامهم باللوك. ديروا بالكم لا تطيحون. باي.